بكل وضوح مع بروفيسور مامون مبارك دريبي. الاسم ديال الاب والام مش كيتطرفوا الاخرين، راه الزواج عباد الله راه ماشي واحد الحاجه سحريه راه يدخل صلح. ما نجيش انايا في قريب 50 عام تنخرج الحوايج من راسي، راه ماشي يسخن علي راسي واخا فيا شويه سخان ما غنحماقتش. عندي سند، فالسند الاول هو جاك لاكون. جاك لاكون في احدى المحاضرات ديالو كيتكلم على لا سيكسواليتي وكان لونسا واحد لو تيوريم، لو رابور سيكسوال نيكزيست با، اي ني با انسكريبتيبل او نيفو دو لانكونسيون. هاد لو سيمينار درستو في 1989 والاساتذه والخبراء اللي كنت كنشتغل معاهم يعني حمقنا حيرنا هاد التيوريم. هذا اللي غيوصلني يا ايتها النفس المطمئنه رجعي في صيغه المؤنث. ها القضية تما فين ولات فيها إنا. فشغلتني هذا الأمر، هذا شغلني واحد 20 عام من حياتي حبا في المعرفة. أنا كنشتغل يعني حبا في المعرفة، مش شي واحد كيخلصني ولا شي مركز غير كنحب. أنا هذه هوايتي، الواحد عنده هواية ديالو، عندي هواية ديال البحث على الحقيقة في أمور الخلق. ما حدي حي معاهم في الكرة الأرضية وخصني نتحاك معاهم ويتحاكوا معايا. ثم النقطة الثانية اللي كنمشي للآيات اللي شحال مرة استدلت بها اللي غادي نعاود نتكلم عليها اليوم. ملي في سورة آل عمران في الآية 14 كيقول إن الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ملي تنقراو زين للناس حب الشهوات، زين يعني مفعول فيكم، مديورة بكم، مستدرجين أنتم، يعني بغيتي ولا كرهتي زينة، ماشي حقيقة. لأن الحاجة اللي حقيقية ما كتحتاج التزيين. الذهب لا واخا يكون مسخ ولا واخا يكون كما كان كنعرفوا الذهب، لأن كتشوفوا تعرفوا الذهب. واحد عالم ولا قاري ولا ذكي واخا يكون لابس دربالة واخا يكون لابس اللي كان، بمجرد ما كيبدا يتكلم كتعرفوا واش خارج ولا خارج، ما يحتاجش تجميل، ما يحتاجش تزين. واحد كسول وبليد واخا تلبسوا لي لبستيه وتمشي دير القناه كما كانت وتزوقوا وتقادوا، ملي كيبدا يهضر كتعدف الموضوع ديالو وكتزابي. الحمد لله اللي عندنا التليكوموند، لان التليكوموند كتسونسور البلاده. عاد كيبدا البليد والبليده تهضر، اب سونسور حيد. شتي هذه الحمد لله ديمقراطيه موضوعه عند الناس في يديهم هي التليكوموند. دابا علاش الناس كيحبوا من الراديو؟ شو شحال من راديو كاين وما تيزابيوش، مساكن كيقول لك اودي راكم درتوا لنا البرنامج في الوقيته اللي كنكونوا خدامين. واش تعرفتي شنو ولا كيوصلنا من رسائل؟ ولاو ناس كيفوضوا الناس يسمعوا لهم. دابا عندي واحد البنت طالي الباح كاتبه لي قالت لي راه كنفوض لاختي، كنقول لها سالي تصنتي وملي نجي تقولي لي شنو قالوا، وكتدور معاها كتقول لها كنخلص لك الكوتي وكذا وكذا. لاحظتي الحمد لله فملي كتلقى الزوينه للناس مبنيه المجهول زوينه. وحنا عندنا في العربيه الفاعل مفعول، مفعول به ومفعول فيه مفعول مطلق. ايوا دابا هنايا مفعول فينا يعني مديوره فينا بدارجه. ها هي بعد الاولى. اذا الحب الحقيقي فين هو؟ واش كاين ما كاينش؟ انا اش كنقول في هذيك لا فورمول اللي كان درت فيها الدغميره ديال 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 حبابنا ديال ها اللي كيصيبوا بسطيلة وكيصيبوا هذاك الدغميرة ديال الحوت. يعني الا قليتي الميرنا بيضاء ماشي الا درتي ليها شي تشرمولة، فهمت؟ كتشرم ليها كتجي واحد البنة فيها، كيعرف المغرب هذه قليل اللي كيشرم الميرنا. إذا الحب الحقيقي مخبي في شي بلاصة. كنلقاوه في سورة مريم في الآية 96، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوف الجملة، سيجعل شنو كنقول أنا في الفورمول ديالي؟ الحب ليس له وجود ضمني ولكن إنجاز. شوف الآية اش كتقول؟ سيجعل. ما معنى سيجعل؟ يعني سينجزه. ماشي المرأة، ماشي الرجل، الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن. وشو كيمخبيه؟ وده. وده هو الاسم المجازي عند العرب ديال الحب. هذا كنقول حب المغاربة، والله إلا ودي فلان، فلان ودي. ودي يعني حبي. المغاربه راه موالين الدارجه. علاش انا كنبقى اش كتسمى لا فيلغاريزيس؟ راه كنجي كنلطم المسامع ديال شي واحد بشي كلمه كيتفزع. واحد قال لي في واحد المحاضره استاذ كثرتي من كلمه ولد الحرام، قلت لي بالفصحى هي ولد السفاح، اختار بغيتي ولد السفاح ولا ولد الحرام.
بغيتي فصحى نقولها لك، بغيتي بالدجاج نقولها لك. فحنا الدور ديالنا كنلطموا شي كنجيو لهذيك المسامع ديال بنادم وكنعطيها واحد الطرشه باق واحد السيني فيها حتى تيتهز، ما كيبقى عارف واش حنايا قللنا الادب، واش حماقينا وسخنا لنا راسنا، اولا درناها صنعه. يا ولد عمي خليك تتقلب. فملي تيقول لنا شوف الايه باش باديه، باديه بان، هذيك ان راه فيها كل شيء تما، واحد ما يجيش يمر عليها مرور الكرام. هذيك ان، ان اداه نصب معروفه في عند الاعراب، هذو صحاب ابتدائي، هو اداه تاكيد. علاش لالا تما تحطت هذيك ان؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لاحظتي دابا الحب كيفاش انجاز؟ ماشي منك المراه، ماشي منك الراجل، الا كنتي من اهل الايمان وعاملوا، ماشي الكسالى. حيت راه كاين اللي فيه قيقيم الفجر ويصلي ويصوم ولكن لا يعمل شيء، كنسول والله لا فرحتي به، يعطيك النكاح ما حد عندك لي زورمون قضيه خدامه، نهار تقضاو لي زورمون تدبر على راسك. اما الحب سال النكاح ولا ما كاينش النكاح، الحب خدام. شوف شوف القوه، سيجعل. كنقول شي واحد حاصل تيقول كيقول فلان جعل لي شي حل، يعني انجز لي شي حل. اش كدير تما؟ ان قلنا اداه نصب وهي للتاكيد، لان يقول النبي صلى الله عليه وسلم واحد الحديث، الايمان بضع وسبعون فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن طريق. الايمان بضع وسبعون شطر، يعني شو شحال مقام، شو شحال من كلاس في الايمان، اكثر من 70 مقام، اكثر من 70 دوغري. الاعلى فيها قول لا اله الا الله، هنا كنشير راه ماشي غتقول فمك قول لا اله الا الله، او لا تجلس مع الذاكرين تتسابح تبقى تقول لا اله الا الله تسحب راسك منهم، راه حيت قول لا اله الا الله راه فيها نوعان، الذاكر بالمنطوق والذاكرون بالفعل. شنو هما الذاكرون بالفعل؟ هو اللي خدام في خدمته في الخزينه ولا في دار الضرائب ولا في البنكه ولا في الاداره ولا في المحكمه ولا في الامن، وتجيه فرصة فين يضرب لك واحد تدويرة مقادة مصيبة، أو كيذكر الله تيقول هدا أنا مالي. هذوك راه هما الذاكرين حقا. أما تمشي للجامع ولا تمشي لواحد موضع وتلبس واحد جلابة وتجلس تقول لا إله إلا الله، هذيك راه سهلة. إلا تذكر الله ملي تكون عندك فرصة فين تضرب شي 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 تغييزة، عطاوك إدارة تجزء واحد 200 قطار، المعارف غتبيع لهم 50 درهم للمترو، وعباد الله تبيع لهم 1500. تما فين غادي يصبح الذكر المفعول؟ الذين كيف تيقولوا في سوره الملك الذي خشي الرحمن بالغيب. حتى لالا دابا فين؟ يعني المحبه كتقتضي اولا النقاهه، الاخلاق الساميه والاداب والاستقامه، ماشي راجل يقول الحب، والله لا دخل عندك للدار. غادي يدخل له ديزير، غادي يدخل العشق، يدخل الغرام، غادي يدخل النكاح، غادي يدخل هادشي كله. اما الحب كيف كتقول لالا مكلتوم رحمه الله، اما الحب يا عيني عليه مالك. فانا ماشي جيت لالا قرابه 50 عام من حياتي وتنحكر وتنفلي وتنزقزق وتنقلب باش غنجي غنقول الحب ليس له وجود ضمني بين المراه ما تنقولش ليس له وجود وكنسكت، ما كنقولش ليس له وجود، كنقول ليس له وجود ضمني، يعني تلقائيا في المراه وفي الراجل كاين الهرمونات، كاين لا سيكسواليتي، كاين لا تخي فيزيك، كاين لا بيولوجي لاعبه، كاين ليماجينير. تخيل عمرك شتي شي فتاه غادا تشاطي في تويتر وبخي ديسبوزي مهيئه نفسها طومبي اموغوس، عمرك شتيها؟ بخي ديسبوزي يعني مع الخمسه د العشيه سخنات كلات مزيان بحال كو زندات كرشها بالعطريه وسخونه بحال كو الحال بارد، وزندات راسها مشات كتشاطي وكتقول كتنهج بحال كو كتقول جو فو طومبي اموغوس موج راسها شتي؟ هاو شو تيخرج لها واحد بواحد التصويره تيطلع لها بشي عوينات كيف تيقولوا العروبيه تيقول لك شاف العوينات ونساو المهمات، شتي العوينات شتي يقولوا؟ عابنوا لي العوينات ونساو المهمات. دريه بحال كعبنا العوينات ديال الدري ولا هو عابنت لي العوينات الدريه، ما عرفها واش قطاطعيه ولا مسكونه ولا مريضه ولا والو. المهم بخي ديسبوزي لي زورمون كيغليو، طعيمه في المعده سخنات الزندات القاديه، عارف بونجور بونجور سافا بدوك الارقام 3 7 4 5 كذا تا 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 كي لها تو سي جو سو ان تران دو مو روند كونت دو كيك شوز ديكستراوردينير، بقى قلب عليك كيدير بوم 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 بوم. قالت لي كوا؟ قول لي قول لي قول لها. قال لها جو سو ان تران دو ديكوفري كو جو طومب امبوغو. تقول لي مو سي الحي هذا هو الحب. ولا غدي يتلاقاو وبداو ربعة السوايع و12 ساعة في الازمات دغرن 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 و12 ساعة في الشاطر ران 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 ران، ومن بعد
هاي تلاقاو والاشهار هو لابس الكسيوة وهي لابسه الكسيوة ومشوا بالادب و تو تيام كوا كون تي سرا ماري و تقول لها موا سكو جيم سي سي تو فير بليزير وتقول له سي فري مو سي جو تهدروا الفرنساويه وهدروا بدوك اللغه ديالهم وكذا وكذا والزرمون كيغليو 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 نديروا الاشهار عندك من الكتكوته ديالنا واخيرا يلاه ربي المرا والراجل واش كاين ولا لا رفقات البروفيسور مامون انا نصب سكسوكا ما كتكلمش على الحب انا كنصب سكسوكا درت لك في الفيلم شويه لا هو يعني المخيله درتي لينا كنشوف القلوبه هكذا والوريدات وديك الشيء العينين تيبري والعروقات كتسيل وكذا وكذا شتي ودابا اخبارك كاين جوج الالوان ولكن هادشي واش كيجي غير المراهقين غير الشباب لا كيجي لكل شيء 40 عام تيتضرب 50 عام كيتضرب تخيل السيده مزوجه ولا وليداتها وقع واحد الخمول واحد عامين في حياتها الزوجيه وتا هي مشات مسكينه في صبيعتها سميتو عليه الاخر تشما 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 وخرج لها ليوناردو سميتو الاخر وبدا يقول لها الكلمات اللي باغا تسمع ضيعتها الادواق السيده مزوجه طرفعات كتعاود مسكينه قالت لي تخرج بلي تبتوا لي قالت لي غادي نتلاقاه في الجرده قالت لي تلاقيتو في الجرده قالت لي وكان تخيل قالت لي هذاك الزين وهذا قالت لي كنفكر غنطلق راجلي صافي وخصني نعيش لان قالت لي ضو الحب انا قالت لي من هذا الزوج ما حسيت بهذا الشيء والو قلت لها علاش السوسيس ديال الزنقه قالت لي زوين قلت لها راه حيت خانز قلت لها انا من هذاك السوسيس شوفوا من كيجيبوا سيروا قلبوا راه حيت فيه العطور لي ستيمولون اولفاكتيف كيبقى هذاك راه الزهر هو عفريت كيبقى يدير شويه ديال الحرور شويه ديال بسيبيسه شويه كذبنا اما حقيقه الحمل اللي كتاكل الله اللي علم به منين جاي واش الحمل بدا البقر ولا ولا حيوان اخر لو كتشوف ناس كيتهافتوا عليه شوف دوطخ ريستورون اما الحاجه اللي نقيه وباغي تاكلها والله الا حطيتي فيها الثمن كليتها فكانت السيده كتروي لي قالت لي سكنت ولات تحلم ولات كتخيل لعب لي على الفونتازم حتى قربات ولات كتقول لا صافي جتيم بلو بعد مني كذا وكذا قالت واحد النهار شوف الصدفه زعما سبحان الله قالت لي غدا في واحد الجرده نتلاقى به قالت لي واحد السيده جايه قالت لي شافتني جالسه معها في ما تعيط لها قالت لي اختي واش كتعرف هذاك السيد قالت لها ودي لا قالت لها شوف هذاك راه حرفته هذيك اش كيدير اش كيدير اش كيدير المرحله الاولى قالت لها راه كيطيح البنت الثانيه كيقعدها بالزواج الثالثه تيقول لها عنده مشروع الرابعه تيقول لها سلفيني الخامسه كيهبر قالت لها انت غتشوفي قالت لها كملي معاه قالت لها المرحله الثانيه غيقول لك عنده مشروع عنده هذا قالت لها اختي هذا واحد صاحبتي بغيتي نخبرك وشحال من وحده تنصب عليها وحاليا الصحافه واحد من الزملاء ديالنا ديال الجورنال ليبراسيون وجرائد اخرين كيديروا تحريات حول هذا النصب عن طريق لي سيت اترافير هذا الشيء هذا باش سي دو رونكونت اللي مسكينه البنت يا اما باغا تغرم باسكو محرومه منه حيت راه هو اللي ما تغرمش راه كيبقى دائما كيشوف الافلام وكيسمع الصحابات والصحاب كيبدا يقول البنت كتقول صاحبتك كي داير هذا الحب كتقول لنا اختي واعر هو عنده بروباغاندا عنده كوميرسيو ديالو وكيسول هو صحابو تقول كي داير هذا الحب ناري واعر تحتي في واحد مجنون كيجنك معاه تحتي في واحد عاقل تقول لك اودي بلاتي راه صنعه هو في الاول غادي يعجبك نصيحتنا حنا اللي شويه كنظنوا كنفهموا اش كنقولوا للناس وياكو تزوجوا اللي كتحبوا علاش زوجو اللي صالح ليكم دابا واحد ولكن معادله شويه صعيبه وهي لا ولكن راه خصنا نقول انا كنشهد بهذا الشيء اللي كنعرف ما كنقولش بهذا الشيء اللي كنحلم ما كنحلمش بهذا الشيء راه كنشوف ملفات كنشوف ناس واحد عنده مبادئ مثلا متدين محافظ عنده عائله محافظه مشى سافر لواحد المدينه مثلا كوتيير في الصيف مشى لواحد الحفله شاف واحد البنت لابسه العصري ميني جوب طرقه شعرها ديكولتيس درها باين يعني وعجباته وحماق عليها عجباته دار في دماغه هو غنزوجها وغادي نبدلها دارها في دماغه حطها كم كونديسيون قلت هذه البنت هذه غزاله عجباتني ولكن الطريقه اللي هي عايشه والاصدقاء اللي هي كترافقهم ما خصهاش تبقى معاهم خاصني نبدلها ما صرحش ليها بهذه الجمله الثانيه خصني نبدلها جا قال ليها كنبغيك هي تلفتات لقاتو با مال مزيان منصب خدمه عنده الفيلا ولا عنده بارطمان ديالو عنده كذا تهضر مع صاحبتها قالوا لها سير بها صاحبتي شحال من عام دابا قال لها وانت عا كتفوجي وكتلعبي دابا جاب الله راجل معقول تزوجي هو الجمله هذيك راني غنبدلها راه ساكت عليها شتي هذا هو المسكوت عنها هي ما قالت ليش واش باغي تبدلني ولا تقبلني بحال هكا قالت هذا كيحبني غير خليني بحال هكا شويه تزوج الشهر الاول غادي يقدمها لحاجه والحاج قال لها واش عارف اختي دابا حنا غنمشيو عند الحاج والحاج والله عطيك السر لما ديري واحد الفوطه على راسك ولبسي واحد الجلابه اش قالت هي قالت غير واحد نص نهار غادي نمشيو عند النساء راه نلبس جلابه ونلبس دره
ولكن هي في حقيقتها راه كتبغي الميني جيب وكتبغي الديكولتي وهذاك هذاك شكلها. كل واحد حر في اسلوبه. هذا راه هو الاختلاف في المجتمع. كاين العصري، كاين العلماني، كاين المؤمن، كاين المسلم، كاين انواع بحال المحيط الاطلسي بحال البحر. ما فيش غير السردين، راه فيه كاع المخلوقات. ملي هو شاف هذه الجلابه ودارت هذاك الفضل هذاك النهار قال الحمد لله بدات كتبدل. وشويه اش غيقول ليها؟ واش تي دابا هذوك صحابات وهذوك الاصدقاء ديالك اللي كنت كتعرفي الله يخليك عافاك اختي الا ما قطعي الاتصال معاهم. راه حيت خوات وما مزيانينش وكذا وكذا. وانت شكون اللي قال لك هي باغا تفارق مع صحابها؟ وانت شكون اللي قال لك هي باغا تبدل النمط ديالها؟ لاحظتي المسكوت عنه كان خصو يقول هذا الشيء قبل ما يتزوجها. شنو غدير هي؟ يا اما غتحايل عليه غتولي دير هذاك الشيء ملي يكون هو حاضر. يعني احنا في المجتمع ما كنشوفوش شحال من وحده او شحال من واحد كتكون راكبه في الطاكسي لابسه جلابه وكتدخل القهوه كتخرج مبدله. يا الله كتكون خارجه من حومه دايره لك الشده على راسها ودايره الجلابه وتركب في طاكسي والحياء وحاني راسها وتدخل القهوه وتخرج مسيفه. تخرج بالجين والديكولتي ما تعرفش بان ديك الدخله هي اللي خرجت. والعكس صحيح حتى عند الرجال. تيبان لك هنايا داير واحد التصرف وكذا واحد الاستقامه وفوق ندخل كيسافر شي بلاد اخرى تولي مسيف. لاحظتي؟ هذا هو الفوسومبل، هذا هو الخطوره. فهنا علاش كنقولوا احنا تزوج اللي صالح لك، ما تزوجش اللي عاجبك اللي باغيك. اللي عجبك وبهرك بالجسم ديالو بالصوره ديالو ولكن ما موالمش ثقافتك، ما موالمش مبادئك، غيولي اصطدام. هذاك راه جهنم ديال الدراري هذاك. هذاك راه جهنم العافيه اللي غيكبروا فيها الاولاد. حيت الابوين خصو يكون عندهم مبادئ وحده. هي ما يكون عصري بحال حتى هو تيلبس حتى هو الديكولتي وتا هو تيلبس الميني شورت وتا هو يعني خصو يكونوا الميم ميليو في البرانسيب. الا مشاو تحطوا دو ميليو ديفيرون واحد فيهم داير لا سوبوزيسيون راح تيدير غير واحد الاطروحه جو سوبوز. وهادو بزاف ناس كيظنوا انهم يسون كابابل دو فيغ شونجي لي جون. هو راه امبوسيبل، راه مستحيل تغير الناس الا لهما مشاو للتغيير عن قناعه وعن حب للتغيير. كاين النوع الثالث اللي كيجعل الحب ينعدم هو صحاب لا سيستيميك. شكون ما صحاب لا سيستيميك؟ هما ناس وصلوا لسن الزواج، راجل او امراه ما عندوش القدره على المحبه بتاتا. حيت المحبه راه قدره، الناس كيسحبوها رغبه، هي قدره. راه اللي كياكل هو القوي، راه ماشي المريض. سير شي واحد للسبيطار وحط لي واحد الدجاجه محمره ولا ضلعه محمره ولا كلاها، باش غياكلها. فين هو السنان؟ فين هو الفم؟ فين هو المصران؟ فين هو الهضم؟ ما يقدرش مريض. راه كذلك المحبه. اللي كبر في واحد العائله فيها العنف العاطفي، فيها عدم الاستقرار العاطفي، فيها العنف الجسدي واللفظي، فيها الهيمنه ديال الام ولا ديال الاب ولا ديالهم بجوج، فيها التمييز ما بين الذكر والانثى، فيها عدم الاباحه بالمحبه، فيها عدم التعبير، كيخرج الانسان معطوب في القدره ديال الحب ديالو، ما كيبقاش عنده القدره المحبه، كتبقى عنده القدره العضويه بيولوجيك ديال النكاح. اما المحبه اللي هي ثقافه ما عندوش. شنو تيدير؟ كيدير ان سيستيميك بروسيدور، كيمشي عند مو ولا عند خالته ولا عند جده ولا عند بنت عمو ولا عند شي واحد معرفته، تيقول لي واحد الاوصاف، تيقول لها انت شوف لي واحد البنت ما بين 30 و 35 تكون متدينه محتشمه فيها حروف من الزين وتحب ان تترعى البيت ديالها وتكون كذا وتخشى الله وكذا وكذا، شي بروسيدور ليست. تيهز هذاك السيد المعني بالامر هذاك الخاطب ولا الخاطبه هذاك لا ليست وتيبدا يدور في الديور. شوفي تلك اللي وحده تنطبق عليها الاوصاف، كيدخل عندها تيقول لها السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا ما يسمى بالزواج التقليدي، وبالنسبه لي انا ماشي هو الزواج التقليدي، ماشي هو هذا. هذا كيسموه الناس الزواج التقليدي، راه ماشي هو هذا الزواج التقليدي. الزواج التقليدي راه كانت فيه المحبه، راه كانوا تيجلسوا بعضياتهم، كانت كتطلق عينها عليه ويشوف فيه. اما هذا الزواج سيستيميك، كياخذ واحد هذيك لا ليست ديال الشروط، كيبدا يدور بها من دار لدار، كيلقى واحد البنت غالبا كتكون مغفله ساجه، ما كان عمرها خرجت ما درجات من الدار المدرسة، قرات عندها شواهد ومتدينة وكتخشى الله وكتحب الله، وفي قلبها كتمنى واحد تعيس الأحلام اللي يحبها في قلبها الداخل، ولكن في تصريحها كتقول لك أنا أحب أن يكون متدينا وكافة. كيجي الآخر بهذيك لا ليست باش يقولش معقول يكون معقول. معقول ولكن الداخل في قلبها راه مسكينة بحال هذاك الآخر. الآخر واش كان تيقول في الأطروحة ديالو؟ غادي نبدلها. هي في الاطروحه ديالها مسكينه عتاني هنايا مسكوت عنه، كتقول واحد النهار غيحبني، لا ما يمكنش انا ما نتحبش لان انا زوينه وانا كذا وكذا، حلمي لان غطيحي في واحد عنده ان كاباسيتي ايمي وشطحي وذوقي وماكيي وديري كل شيء، هو جماد تيطلع في الفراش معاك ينكحك ياكل معاك يفطر معاك يعطيك الفلوس ويقول لك داها معايا انا غادي للخدمه صافي روبو. هذو راه كاينين بزاف. كيجي عند هذيك الساجه تيقول لها الاوصاف وباش كيكملها الا كان زويون هذاك الجماد. اش الله تيقول امن كان ميتا فاحييناه.
واش هنا كيدوينا على الاحياء ولا على الاموات؟ سيدي ربي ماشي غير جا وتكلم وقال في الايه امن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ماشي صدفه جا قال الله امن كان ميتا. واش هنا لاله مريم داوي الله على الاموات وحياهم هذو راه هذو راه يوم البعث او لا صيغه مجازيه تقول لنا فيكم انتم الاحياء فيكم الميتين. تنقولوا حنا بالدارجه بارد القلب نقول واحد ثقيل ميت منهم فكتنون مسكينه هي كتحب راسها هي سيدي ربي راه تحيي فيه الحب ولا الله لحيا لك الله لحيا. فكتنوض هي ملي كتشوف صورته ولا كان فيه الزين شي واحد عوينات وكذا وبيض والشعر ديال وائل الكفوري والطوله ديال كذا وسميتو التجريده اش كتقول؟ كتقول ويلي ناري الله الله الدجاجه بكمون هذا ورا جماد. كتزوجه هي عندها الاطروحه غتحب هو عنده الاطروحه ينكح يولد البيت يكون مجموع الضياف يتقابلوا مو باه يتقابلوا المصروف يتحافظ عليه عنده بروغرام عنده سيستيميك عنده واحد بروسيدور. كيجي كيحط لها بروسيدور تبدا يقول لها والله يخليك يوم الجمعه راه الطقوس عندنا كذا وكذا وحنا في عائلتنا نهار السبت كنديروا كذا وكذا كتحفظ مسكين هذاك البروغرام. اش كتولي كدير الروتين لان ديماغ ديماغ خودي اثنين ثلاثه اربعه خمسه جمعه ثمانيه 12 وستة كذا وكذا كتبقى ساين امتى يطلع هذاك الحب. النكاح كاين فراش كاين فلوس كاينين ماكله كاينه الدراري يخرجوا الغوات كاين تساري كاينه ولكن شي كليمه شي تعنيقه شي قبله شي شد لي يدين وبوس لي يدين الصبيعات شي يشوفها في العين دوز يطقع الشعر ويقول كلمات ايوا المره كتشوفها غا مع هذاك سميتو ذاك التركي الاخر هذاك مسلسل مدبلاج كتشوفها غاتم اش كيطرى ليها؟ تتحماق ولا تتمل ولا كتولي دير السحور ولا كتولي تاخذ لي زونكسيوليتيك. فاحنا ملي عشنا هذه الحقيقه 21 اكثر من سنه مع الناس جمعت الملخص ديالها كامل ومشيت للفكر الاسلامي نبحث ونلقى هذه البركه اللي قلت لعباد الله دابا والناس اللي كيجيو عندي يوميا لالا عرفت شنو يوميا كتدخل عندي شابه كتبكي هي وراجلها مخاص من واقفين على الطلاق كنقول لها شنو السبب كتقول لي تزوجنا عن حب وكتهز فيا كتقول لي اي راه في الاول كاع ما كنت طايقه بك كنقول لها دابا كتقول لي والله الا بصح تنقول لها زيدي كملي وفي الاخر كيوقعوا الناس في الصدمه. فاحنا دورنا ماشي نحيدوا الناس الحلم خليهم راه حنا فوندو غيف ناس الاعلام والاذاعه راه حنا كنبغيو نبيعوا شويه ديال لو غيف غير كنبيعوا شويه ديال لو غيف ومره كنخلخلوا ما نخلوش الناس كاع عايمين في الحلم وما نجردهمش من الحلم. اما الحقيقه راه انجاز اما هو ضمنيا راه ما كاينش. رقمنا الهاتفي باش تصلوا معنا 0522 46 52 51 52 او 05 رقمنا الهاتفي راه الاشاره ديالكم اللي هي 05 22 42 52 51 52 او 05 22 43 00 09. معنا مكالمه كنظن كوثر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك بغيت نتكلم معك. مرحبا اختي مرحبا لله. واخا مع السنين بدا شكرا دكتور بارك الله فيك. مرحبا لالا بارك الله فيك. نصائح اللي كتعطيها. شكرا لالا مرحبا اختي مرحبا. الله يخليك انا زوجت مع سوا الحب ولا محمول يعني كيوصل واحد كتوصل واحد لاج كتوصل واحد هذا صافي خصك تزوج صافي بنا الانسان المناسب ربما واخا هذا مهم. دست دابا العام الاول انا ولدت نيت اللي انفي تبارك الله دابا عندها تقريبا 5 ابخي جات ظروف العمل بون الدراسه ديال الزوج ديالي على في الخارج انا دابا كنبغي نلعب مع البنيته ديالي هو اصلا فاش كان هنايا وداك الشيء ما كانش كيعاونني زعما هكا غادي يغسل يدو ولا شي حاجه مي حتى معلقه كنقول له انا غادي للكوزينه ومن بعد جا شي حاجه عاوني دير لي شي حاجه ولا هاد هو لا ما عرفتش واش التربيه ديالو هكاك ولا انا تنقول بما ان هذا الحب هذا غيكون بيناتنا يعني على اقل حاجه غادي انسان يساعد احبابه انسان يساعد ناس هو يساعد احبابه فوالا وي ممكن انا اقل مشكل بيني وبينه كنبقى غير كنبكي ما كنعرفش انا علاش كتبكي؟ ما عرفت شنو تيوقع شي مشكل بيني وبينه هكا شحال في عمرك؟ ها؟ شحال في عمرك؟ 34 سنة باقي مسكينة كتحلمي تحقي الحب حلمي مع راسك حلمي علاش المسلمين كيسميو عقد نكاح هكاك؟ واش ما كتلاحظوش النهار اللي كيدخل العدو واش كيكتب؟ واش كيكتب عقد زواج ولا عقد حب ولا عقد نكاح؟ نكاح ايوا علاش؟
هاش القران سيدنا شعيب تيقول سيدنا موسى اني اريد ان انكحك. وشنو هو النكاح؟ النكاح هو الجماع الشرعي. دابا لاحظوا المسلمين راه ماشي ساجين جاوا سموا عقد نكاح. يعني كيعطيو ترخيص للجماع، ترخيص ها هو شرعي، ثم تيخليو لكم انتم الباب مفتوح، يا اما تبنيو المحبه وتقضوا عليها، يا اما ما تقدروش عليها ما تبنيوهاش وغتبقى عندكم غير داك لوتوريزاسيون ديكزيرسي بحال باتونت. وي دابا حتى البنيته ديالي دابا انا ملي شحال مره كتقد تقول له بابا علاش ما كتعاونش ماما، بابا علاش ما كديرش مع ماما، واش غير العيال اللي كيديروا هكذا فهمتي، هي اللي تتزوج وتتشوفني بحال هكا. عنده القدره، عنده القدره على المحبه ولا ما عندوش؟ عنده ولكن انا ما فهمتوش، ما ادراك ما ادراك ما بغاش يبينها. قولي الله اعلم ما ادراك الله اعلم، حيت ديما ملي كان هذا هو اللي كيجي، ديما هو اللي كيجي يحذرني. لا لا هذيك تتسمى المانيبيلاسيون، فرق ما بين المانيبيلاسيون استدراج وفرق ما بين المحبه. استدراج هو كوميرسيال ملي كيبغي يبيع واحد البرودوي وكيجي عند واحد الزبون كيبقى يضحك معاه ويدير معاه الاداب، واش كيحبو ولا كيدير لاكسيون كوميرسيال؟ راه كيدير لاكسيون كوميرسيال. لقيت اللي كيبيع المنتوج ديالو ما غيبقى ما يردوش صاحبه، صافي غيدوز كليان اخر. اما لقيت اللي كيكون كيدير لاكسيون كوميرسيال وكيبغي يدير لوبتونسيون ديال لو رونديفو وكونكريتيزي لا فونت، كتلقاه تيتصل وكيصيفط لي زيمايل وكيصيفط لي كادو دونتربريز وكيتادب وكذا، سي لا استراتيجي. ها علاش الله تيقول لنا يدعون ربهم خوفا وطمعا؟ فين هما اللي غيدعوا يدعون الله حبا فيه؟ مالك؟ كيقول لنا الناس كينوضوا بالليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. راه ماشي عيب نطمعوا، ماشي عيب، ولكن غير نصرحوا ماشي عيب. انسان يمشي كيف تيقولوا حبابنا اللي يقصد الخيام الكبار، السيد داير حسيبه وعصرح بها الناس، كتجي كتمثل على البنت ولا البنت تمثل على الولد، وفي الاخر راهما طامعين في بعضياتهم. انتم سميوا الناس يعرفوا غيعرفوا. نشوفوا الان مكالمه مع نعيمه. الو السلام عليكم. السلام عليكم سيدي، انا فرحانه اللي شد لي الخط اليوم. مرحبا شريفه. مرحبا لاله. الله يبارك فيك. واخا انا الموضوع ديال اليوم انا السؤال ديالي خارج عليه، الا كان خارج عليه غير نسجلوه من عندك ونشوفوا بقى الوقت نجاوبوك، ما بقاش الوقت نخليه مره اخرى. لا كنتمنى، لان شحال هنايا سميت اللي شدك، واليوم المشكل يعني عندي شويه صعيب شويه، لاني في الوقت ديال الدراسه دابايا. ايوا المشكل عند ولدي، لان فقد لي التركيز بزاف مؤخرا. رغم انه يعني نشيط وتيحب القرايه، ولكن على شكل صغير يقدر يحس بالاحباط. ومؤخرا ولاو لي نوت ديالو ولاو في النزول، ولاو عندو سلبيين، ولاو باش كان كيجيب 10 8 تسعود دابا ولا كيجيب جوج، كيجيب ثلاثه، يجيب اربعه. وما عرفتش يعني ما عرفتش كيفاش نتصرف معاه. يعني هو اصلا يعني ما حملش راسو، يعني ماشي يجيبها هو فرحان، يعني هو اصلا يتأزم الوضعيه اللي وصل ليها دابا. وما عرفتش السبب مناش، واش من لا ميتريز ديالو، واش منا حنايا سوء المعامله، ما عرفناش كيفاش نوجهو، ما عرفتش. انا نسجل اختي السؤال ديالك، انا غنسجل السؤال ديالك، بقى بقيت نجاوبك ما بقاش حتى ان شاء الله في البرنامج الخاص بالاطفال نجاوبك ان شاء الله. غنشوفوا فاطمه الزهراء من اكادير. فاطمه زهرة وي الو، مرحبا بك لالا. السلام عليكم لالا. بارك الله فيك دكتور. مرحبا لالا. لالا خديك انا شويه نكون معتذرتك، لان اول مرحبا بك مع خوتك وحبابك لالا. مرحبا لالا خديك دكتور، غير على قسم الموضوع اللي طرحته اليوم. انا مثلا عندي واحد المساله، انا كنت معرفه على واحد الشاب هذه مده تقريبا فوق 5 سنين. وزعما كنبغيت هو كيبغيني. شحال في عمرك؟ 26. ايوا تبارك الله، 5 سنين انتم ماشي تعارف هذا راه صباح هذا. الظروف والعمليه يعني ما مساعداش، انه مع الميليتير عندهم شويه واحد القانون ديال 5 هذا عاد يقدر. كيفاش 5 عاد هذا؟ هذا المشكل ديال عند الميليتير، يعني كيكون عندهم واحد 5 عاد يقدر ياخذ لوتوريزاسيون ديال المارياج. حيت ملي كيتونجاجا في الاول خصو تدوز 5. وي هادشي اللي كاين. سولتي انت على هاد القضيه هادي؟ سولت عليها مزيان؟ ما سولتش اسيدي. هو سول لا لا؟
سولي راه عندهم لي بيرو دانفورماسيون ديالهم وعندهم مسائل ديالهم منظمه من ضمان القوات المسلحه الملكيه منظمه الحمد لله فيها واحد التنظيم وفيها لا فورماسيون سولها اختي. دابا البروبليم الدكتور هو ان الدار ما باغينوش لان زعما ميليتير وقال لي بان السيستم ميليتير كيكون عندهم شويه صعيبه مأثر عليهم وهذا و ميم طون جاني واحد السيد اخر اللي خطبني وهذا ودابا انا باقي حيره ما عرفتش واش نتبع العائله ديالي زعما وندير لهم خاطرهم وهذا ولكن كنشوف راسي انا غادي مقبل خاطري درت لهم هما خاطر ولا درت الخاطر راسي انا غادي نبقى بالعائله والخطر العائله ما عرفتش واش اوسي اللي جات تقدم لي زعما عادي في مواصفات ديال اي وحده اللي كتسوي وهذا ولكن انا ما كنبغيش ما كاينش واحد الحب. شوف لالا انا راك عارفني اش تنقول في الحب تنقول الحب راه انجاز يعني خاصنا حتى ندخلوا ونسدوا علينا الدويره ونبداو في الحياه اليوميه في العصبيه ديال سير انت تقدى وانا ما عنديش فلوس وانت عندك الفلوس وسير كذا تما عاد غير الحب. اما في الاول هذاك راه غير الاعجاب هذاك راه غير العشق هذاك راه غير الهرمونات ديال الذات ديالنا البيولوجي اللي خلق فينا الله. كاين واحد لاتراكسيون مع واحد لو كور وكاين واحد لا نو اتراكسيون مع دوتر كور. ملي كتجيب العيار واش العيار غادي يجر لينا الحجر ولا كيجر الحديد؟ وراه كاين واحد المواد اخرى كتجر الحجر غير حنا مازال ما لقيناهاش. اما كل قوة واحد الماتيريو راه غادي يجر الحجر وكاين الماتيريو اللي غادي يجر الذهب وكاين الماتيريو اللي غيجر الغانيوم. غير لا سيونس مازال ما اكتشفتش لي زاليمون دو غرافيتاسيون ما بين تال مينيرو اي تال اوتر. اللي معروف بزاف هو المانيتيزم ما بين ليمون اي لو فير. ما راه كاين مواد اخرى اللي كتجر. فحنا كذلك مصنوعين حنا فينا دي زاتوم فينا دي موليكول فينا دي مينيرو فينا دي فينا دي زرمون فينا واحد الخليط ديال المواد. فالاشخاص كلها معادن كيف تيقولوا العرب تيقول لك اشخاص معادن. فالمعدن ديالك انت دابا جروا المعدن اللي فيه هو بحال دابا انت فيك الحديد هو عنده المغناطيس هو الحديد ديالك تجر عند المغناطيس. فهذاك الانجذاب هو اللي كيسميوه في عند العرب كيتسمى العشق. هذاك الانجذاب يعني معشوقه مغرومه غير انجذاب لا تراكسيون. اما الحب راه ما كاينش. فدابا ما تاوليش الانجذاب بانه حب لان الحب هو فكره. انا غنقرر نحب فلان. شنو لقيتي اللي غتقري تحبي هذاك السيد اللي انت دابا كتقولي عليه ما كتحبيهش؟ غير خذي القرار قولي انا باغي نحبه. شنو لقيتي اللي غتاخذي القرار؟ غتبداي انت تختاري ليه اسباب كتقول واش هو سبحان الله تفكر معايا هادي واش هو سبحان الله وبشوي بشويه غتلقاي ولفتيه وبشوي بشويه غتلقاي دخلك لقلبك وبشوي بشويه غتلقاي راسك كتحبيه. وهو راه تيكون له ان مونتاج انتليكتويل هو صنعه فكريه. فدابا خذي اللي صالح لك. انا ما كنقولش لك الاول ما مزيانش ولا الثاني انا ما كنعرفوش بجوج. انا كنقول لك نظريا تيوري كنقول لك نظريا كيفاش كنوصلوا للمحبه. المحبه عفا اختي خصها نقاها خصها استقامه خصها قدره خصها خدمه بجوج 50 القدره اللي مناش خاصها دكتور ديك القدره اللي خصها ما تكونش عندي هذيك القدره يعني القدره انني نبغي الشخص الثاني القدره انني انا غادي نقول مع راسي انني غادي نبغيه ولكن واش غادي نقدر نوصل داك الاستاد اش كيقول العربيه تيقول لي يا ودي لا ما كليتيش اوكل راه شويه عام صعيبه عاد الضغمه الاولى الثانيه والثالثه راه كتفتح شهيه قولي الله اعلم. ما عرفتي كاينه لالا راه اشياء شي اسباب واشياء واسباب ويتموا جايين شي حويجات اللي يفاجئوا قولي الله اعلم. مرحبا لالا كنشكرك بزاف فاطمه زهراء على التواصل ديالك معنا. فاطمه زهراء من اكادير. قبل ما ناخذوا خديجه فرتوت من مدينه الدار البيضاء وسن ديال 20 سنه قبل ما ناخذوها غنتوقفوا لحظات مع مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف دكتور لاباس؟ مرحبا بنتي مرحبا. انا فرحان اليوم من هضرت معك. مرحبا بنتي مرحبا مرحبا مرحبا. بغيت نقول لك بان الموضوع هذا وش يعني نقول لك يعني خارج الموضوع مع قول خديجة. مرحبا. الو خديجه للاسف انقطع الخط. غنشوفوا سعاد البوع الزاوي 43 سنه من مدينه الدار البيضاء. سعاد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخبارك استاذ؟ مرحبا لاله. مرحبا الله يحفظك. كل شيء بخير. الله يطول عمركم الله يحفظكم. مرحبا بك لاله. الله يجازيكم بخير. مرحبا اختي. احنا فرحانين بزاف كما جميع الناس اللي كيقبط لهم الخط وكيهضروا معاه. مرحبا شريفه الله يخليك. شرف كبير. الشرف حصل لينا اختي. مرحبا استاذ. انا هذا الشيء اللي كتقوله استاذ على الحب انا كنايده لانني عشت. انا عندي 43 سنه تزوجت مده ديال 18 سنه مع اول سيد عرفته وماشي تزوجت به عن طريق الحب.
بحيث انه كان ولد جيران وداز خطبه وداك الشيء تقليدي. عشنا هذاك الشيء كله باش نكونوا داك الحب اللي كنسمعوا عليه دائما. وانا انسانه دائما واقعيه في حياتي، ما كنتش كنقصدها ولكن لقيت راسي واقعيه. يعني في الاخر هذيك 18 عام ديال الزواج توجات بثلاثه ديال الدراري، ومن بعد التاج الكبير اللي خدينا واحد الطلاق. لا حول ولا قوه الا بالله. وهذاك الطلاق شنو كان سببه؟ الوقت اللي ما كان عنده والو، وكنا كنبنيو في الحياه بالمساعده ديالي طبعا وداك الشيء، توج بالطلاق. علاش؟ لانني انا واحد المره نط جي انسيستي انه يكتب لي واحد الارض كنا غنديروا على فيلا شريناها، وبقى كيوعدني وكيسرق لي لاكارت ناسيونال، من بعد كيعاود يدير، من بعد كنشري، ومن بعد ثاني كنوض يسرق لي لاكارت ناسيونال. في الاخر ارتاء هو انه الحل الوحيد ياخذ هذوك الاولاد وياخذ كرامتي وياخذ داك الشيء ويحيد داك الحب اللي حنا كنا كنحلموا به حب. خدا كل شيء، هذا الشيء حاجه واحده ما قدرش ياخذها هي كرامتي. يعني قدام ملي وصلنا للمخزن وصلنا لذاك الشيء. وثاني حاجه وهي ولادي، كيف ما كيقولوا الناس بالعاميه الله يجعل البركه في المخزن. هذا الشيء كله بقى الجهاد هذه المده ديال 16 عام على ولادي. يعني الحمد لله قراو داكشي التوجه دي. ودابا انا كنحس براسي راجل ماشي امراه. لا اله الا الله. ما بقيتش كنفكر في الزواج ولا في العيالات ولا في ديك العلاقات وداكشي، كلها كتبان لي وهميه ومزيفه. لا حول. مزيفه، ما بقيتش عندي فيها الثقه، بحيث ان من مورا كانوا الدراري مازالين صغار كلشي كيقول لي تزوجي. لا اله الا الله. الا انا وليت كنكره شي حاجه سميتها علاقه شخصيه او لا غير باب يتسد على امراه وراجل. لا لا، هنا بنت عمي لا. الا مشيت دخلتي في هذا الباب غتربى فيك واحد لو سندروم اللي سميتو لا اين دو ديزير، الحقد على المحبه. هذاك ابتلاء. شنو هي علامه الابتلاء؟ احنا راه مؤمنين لا لا. علامه الابتلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه امر يصعب عليك رده بطاقتك. يعني دير جهد معه بالطاقه ديالك كيف ما درتي يصعب عليك رده. فذلك هو علامه الابتلاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الابتلاء إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فإذا رضوا رضي الله عليهم وإذا سخطوا كان السخط. تبعتي معي بنت عمي؟ سمعي، ما هي علامة الرضا؟ حيث الرضا عنده علامة. الرضا العلامة ديالو الفرح بما كتب لك. يعني خصك تحافظ على صيغة الفرح. ودابا غنعطيك واحد البشرى سورة فاطر. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. اسمعي مزيان، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يعني شي واحد جرى لك في خراب بيتك، شي واحد أداك، شي واحد كيسعى، تيقول لك الله تأكد لك ولا يحيق، يعني راه غيدور غيدور تغيدور عليه هو. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فاصبري، بشرى لك بالصبر، بشرى لك بهاد الوليدات. دابا دخل الله يخليك بالعكس. باب حسن الظن في الله اللي كيوصيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مفتاح الجنة. باب حسن الظن في الله وباب حسن الظن في العبد. يعني قولي باقي الخير في الناس، قول باقي الخير في الناس، باقي الخير في الناس. ويتقدم لك شي واحد توكلي على الله، ها عقلها وتوكل. بالعكس افتح قلب محبة وخلي قلبك يحب، ودائما عرف بأن الأمر كل شيء بحسبان، ما كان لهم الخيارة، الله اللي كيتصرف في أمور المؤمنين. هذيك التجربة هي كان مشات، أنت ربحتي منها وليدات الحمد لله صالحين وصالحات. التجربة الثانية إن شاء الله تكون أحسن، ولربما الله أعلم كيفاش تطلع عليك يعني بشي أشواق وبشي حوايج، ولكن ما عمرنا نيأسوا، ما عمرنا ما نقولوا كل شيء خير. نشوفوا كبيرة العبدي، كبيرة كبيرة مروة. مروة معنا من مدينة مكناس، مرحبا بك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا فرحانة بزاف حيت شدني الخط. مرحبا بنتي، مرحبا. كنسمع الناس كيقولوا فرحانة حيت شدني الخط وعاد عرفتني. مع خوتك وحبابك يا لالا، مع خوتك وحبابك، مرحبا. عافاك، واخا الموضوع خارج على نسجلوا السؤال، بقى بقية نجاوبوا مابقاش حتى من بعد إن شاء الله. انا باش نعرف على القرايه ديالي. اها، العام فات خديت الباك. اها، اس بي تي. اها، كان زيدني
كان عندي حلم واحد وعاني دير لفاك دميسين ولكن ما ما تيسرش ما تيسرش درت بيولوجي في لفاك يعني ما دلعام زعما غالي دي سبيستان كوشي هذا ولكن زعما كمان غايب وداكشي وما عرفتش نديرو محتارة بزاف كنقول واش نكمل باش نعاود لي كونكور العام الجاي واش نمشي نقرا برا ما عرفتش فين المدينة انتيا؟ نكمل واخا بنتي ما تكرهي في هذا الموضوع واخا نشوفوا مكالمة أخرى كبيرة العبدي 35 سنة من مدينة مراكش مرحبا بك لالا بارك الله فيك لالا مرحبا مرحبا بارك الله فيك دكتور وأخيرا 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 مرحبا أختي مرحبا لالا مرحبا مرحبا بارك الله فيك مرحبا مرحبا معايا صحاباتي هنايا تاهما عليك وعليهم السلام أحبكم الله ورسوله ربي شكرا ربي يخليك دكتور ربي يخليك لالا يخليك مرحبا أختي مرحبا المهم بغيت نقول لك غير فعلا الحب ما كاينش راه ماشي ما كاينش ما تقطعوش راه ما كاينش ديمليا راه هو صنعه ماشي ما كاينش ملي كتقولوا ما كاينش بحال اللي ما موجودش هو راه كاين ولكن كاين واحد الشروط كاين واحد الشروط تفضل مخلوعه لا 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 مع خوتك احبابك لا غير شويه عليك ربي يخليك يا دكتور ربي يخليك لا يخصك كما كيقول مات اللي ليس يحبك على حجرة بنادم صحابات هذوين معها بخلوا هذا جمعين من عندهم جمعين من عندهم الله الله مرحبا 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 اسمح لنا دكتور بزاف ماشي مشكل ماشي مشكل لا مرحبا 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 بارك الله فيك دكتور اسمح لي مرحبا بزاف ماشي مشكل غير قلت لك كاين اللي يقولوا في المحل اللي يحبك على حاجه بنادم كاين اللي كيبغي واحد الانسان وما كيش في المستوى لا لا هما مرحبا 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 كيفاش العلاقه بينهم وكل شيء ما كيرد لك حتى شي حاجه مزيانه قول لي يا شريفه واش الفلاح كيمشي يفلح في اي ارض اللي بانت ليه كيفلح فيها ولا كيختار الارض الصالحه للفلاحه فعلا كيختار الارض الصالحه ايوا راه هذاك هي المحبه خاصك تختار واش الناس اللي انت معاهم واش هما صالحين للفلاحه يعني الا حطيتي النبته ديالك اللي هي زريعتك المحبه واش غتنوض ولا ارضهم قاحله ولا ارضهم فيها الملح ولا الماء ديالهم شلوقي راه هذاك الشيء راه باين بحال الفلاحه بحال الناس بحال نشوفوا مكالمه اخرى معنا ام يوسف اللطيفه المغاري عفوا لطيفه المغاري 24 سنه من مدينه فاس مرحبا بك لاله شكرا اختي كدايره كدايره لاباس عليك مرحبا لاله دير الدكتور لاباس اختي بارك الله فيك مرحبا بزاف على هذا البرنامج شكرا مرحبا عندي واحد المشكل ما هو خاي مخاصم معايا على والو شكون هو خاي خوك مالو غيب شوية بنتي غيب شوية احنا خلونا وليدينا صغار ومات لان انتم يتامى ها لا اله الا الله صبري بنتي صبري الله يرضيك بقيتي غير انت وخوك للاسف قطعت الخط قطعت الخط يعني تاثرت ما قدرتش تكمل الهضره شوفوا ام يوسف كتصل بينا مدينه الرباط 29 سنه السلام عليكم السلام عليكم مرحبا بك مرحبا لالا مرحبا السلام عليكم الى عقل سليان اللي عيطت البارح تفضل لالا نعقلوا ان شاء الله واخا ما نعقلوش نعاودوا نعقلوا ان شاء الله ان شاء الله كنت قلتي لي باش نخلي النمره ديالي ستوندار وتقطعت لي المكالمه ما خليتش مازال النمره باش تعطيني العنوان ديال لوغلوغ اللي قلتي لي واخا اذا ام يوسف غنطلبوا من ارجوك ستوندار خلي لهم رقم الهاتف ديالك نشكرك بزاف على التواصل ديالك معنا نشوفوا سميه حميد سميه من مدينه سلا عندها 27 سنه سميه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الله يخليك بغيت ندير مع البروفيسور مرحبا اختي مرحبا لالا شكرا بارك الله فيك نشكرك بزاف على هذا البروغرام مرحبا اختي اللي زعما اورينتيتينا وعلمتينا كيفاش نتعاملوا مع والله اختي غير كنذاكروا مع المغاربه غير كنذاكروا مع بعضياتنا بارك الله فيك شكرا اختي شكرا انا دابا صافي 5 ans باش انا مزوجه تبارك الله
الحمد لله ما عندي شي مشاكل دونك انا متبع داكشي اللي كتقول لا الله بارك الله فيك زعما فريمون قدي فينا على الطريق نحل ليا شويه الله يا اختي غير كنذكروا بعضياتنا غير كنذكروا ويتي 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 دخلني في صدام دابا كنصنت لك دوبوي دابا شي 3 ومن يلاه جات عندي بنتي كانت عندها ديك الساعه شي 4 موا وكان والله الا زعما تستغنني مني ما كنصنتش لك كنحس براسي بحال ما عرفتش نتعامل معاها بحال ما الله 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 بحال ما كنعرفش نديرها يلاه تكلمينا لا ماشي نقول لك غير غير في الراديو مع احنا ماشي بوليس احنا مدراجو احنا البوليس البلاده اللي شدي لك عطاو بروسي فيربال بيك لا خصك وسمعتك عاد دابا قلتي لواحد المستمع كاين شي بروغرام مع الصباح غير ديال الاطفال بغيت نعرف غير الوقت ديالو نهار السبت من 10 ل 12 من 10 ونص ل 12 مدراجو نشوفوا ام ايه شنتو في 38 سنه كتصل بنا من عاصمه سوس اكادير ام ايه مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام دكتور كي داير مرحبا شريفه مرحبا لالا نارا صافي تبلينا بهذا البرنامج ديالك ما يمكنش ما نسمعوكش لا اله الا الله فضلكم اختي فضلكم شكرا كنكون اللي مسافر كاع برا وكنعيط عليهم الرباط كنطراط واش شاعل من الراديو الله الله كيكون فصل الخدمه وكنعيط عليه الله يجازيك بخير مرحبا اختي مرحبا لالا مرحبا غير بغيت نهضر على هذا الموضوع ديال اليوم المهم انا عندي 38 عام 18 و 19 عام انا مجوجه دابا تبارك الله الزوج ديالي من الفاميلا ديالي من عائلتي كنا صغار وداكشي كيجي عند الوالد بغيت نتزوج بها وداكشي كيقول له الوالد ديالي باقا صغيره وداكشي تسنى شويه هو كان باقي صغير المهم كان كما كتقول انت ان اعجاب تزوجنا وداكشي كان عندك ساعات كان غير اعجاب وصافي ولكن ملي تزوجنا بقينا زعما شحال 5 سنين ما ولدناش تاخر الانجاب ومن بعد سميتو من بعد جات البنات دابا عندي 3 البنات ودابا الحب زعما كاين انا كنقول كاين هذا الحب بطبيعه الحال راه كاين والله الحب ما تصورش هذاك الصور والله العظيم لله اييه انا كنموت عليه وكيموت عليه يعني كنبغيه وكيبغيني هذا ما فيه شك لالا ولكن انا كنقول اللي كيرجع الفضل ليه هو لانه هو انا في الاول ما ولفتوش دغيا ما بغيتوش دغيا انا انتوما اللي كيقول في حقكم الله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا هو الحب ها انت دابا من المؤمنين والمؤمنات كديروا الصالحات الله سبحانه وتعالى ما كيخالفناش الوعد ديالو تيقول لك ديروا هذه الحاجه نعطيكم الحاجه الحمد لله يعني الفضل كيبقى لي هو ان المعامله ديالو واخا عائلته كنوقفوا خصو ولدي خصو ولاد ولدي خصو ولادو هادي وهادي المهم كان كيوقف هو واحد الكلمه ما عمر نساها فيه لحد الان كيقول لهم كان كيقول الوالده ديالو شوف الوالده الا جابهم لي الله مرحبا بما جاب ليش مصبر ربيها غير هي غير هي ربيها وندورها وساريها بركه عليا الله الله والله العظيم هذا الاخر من 19 عام شريفه هذا مؤمن هذا علامة الإيمان هذا الرجل هذا مؤمن والمؤمنين الله يحفظه لك لله ويكثر مثالهم راه رجال شوف اش كيقول الله لله في حقهم وقيل للذين اتقوا في سورة النحل ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة الذين أحسنوا المحسنين مع عمر سيدي ربي ما كيضيعهم هنا بعدا كيعطيهم حسنة وشنا هي حسنة الدنيا تيقول المؤمنين هي المرأة الصالحة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين يعني دار المتقين راها نعمة من نعم الله فهنيئا لك شريفة فهنيئا لك إذا نتوقفوا الحدث مع فاصل الموسيقى وبعد غادي نرجعوا حتى لثلاثة ونص كنتمنى أنكم تكونوا كتستافدوا معنا كنتكلموا على واش كاين الحب بين المرأة والراجل معنا نادية من أكادير مرحبا بك نادية السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمه الله تحياتي لك دكتور مرحبا شريفه اللي اش نقول لك نقول لك صحه انا ما قداش اي كلمه بحيت قلتوا لي قلت لي جميل الله الله مع خوت مع خوت الله يخليك لينا وشكرا شكرا شكرا جزيلا الله اختي الله مرحبا شريفه مرحبا شريفه مرحبا يعني نقول لك شحال هاد باغي نهضر معاك نقول لك الله يعطيك صحتك وشكرا جزيلا يعني كنت نهار الصمت اللي جبرتيني الله يربي الله الله يفضلكم بدون مجامله دكتور انت اللي وقفتيني وانت اللي حمستيني يعني باش نزيد القدام يعني بك
فكرة من فرص الله يخطي الله شكرا الله يا رب الله يعني أنا من مدمينة بحيث دابا راني عندي الخدمة وراني مدمينة على السمع ديالك غير مذكرة مع الحلقة ديالك كنذكروا مع المغاربة أختي كنذكروا مع المغاربة ديالنا مرحبا سيف أنا شكرا حنا خدامينكم أختي حنا خدامينكم لالا غادي نشوفوا مكالمة أخرى غزلان القباش 31 سنة مدينة فاس مرحبا بك غزلان شكرا كل شيء بخير لالا الحمد لله الله يطول عمرك أنا أختك مرحبا أختي مرحبا مرحبا السلام عليكم وعليكم دكتور. السلام ورحمة الله نبت عليك كل شيء بخير اسمح لي هذه أول مرة مرحبا أختي مرحبا بك مرحبا بك أخوتك مرحبا أختي مرحبا مرحبا دكتور بغيت نشارك في هذا الموضوع بحكم التجربة اللي جيت منها أنا أنا تزوجت في عمري 17 عام الله الله واحد السيد صديق الوالد ديالي يعني أنا ما تنعرفوش وكانت كي كل فتيات يعني تنحلم بالشموع وبالورود وبالموسيقى وبكل شيء ولكن أنا كانت عندي واحد الفكرة أن ما عمري ندير شي علاقة إلا مع الزوج ديالي هو اللي غادي ندير معاه هذا الشيء كامل المحصنات المؤمنات المحصنات الحمد لله دونك تزوجت بهذا السيد فرق ديال السن 17 سنة وكنت نوجد في الدار الشهيوات كنت ندير موسيقى نشعل الشمع ويجي باش نجبر تنقول غادي يجي يجبر مفاجأة في الدار فملي كنت يجي سيد في داك الشيء وشعل الضو يقول لك انا الورد سيدي اللي الحفل شعل لي داك الدراما مش حنا نقصوا هنايا في الظلم شي هاد الشيء المهم لا حول ولا قوة داك حطم هذاك النشوة وهذاك ايوا كنت دمت سبع سنين ديال الجواج ولدت مع جوج وليدات نساء وبيض وش غنقول لك كنت اشاك فوا زعما فاش كنت معاه نحاول نقتلو فيديو نقول له قول لي تنبغيك ولا شي حاجة تيقول لي بركة من هادشي الافلام بركة من الله يرضي الله بحيث ان قول له ودي النبي صلى الله عليه وسلم تيقول الكلمه الطيبه صدقه الضغمه اللي درتيها في الفم ديال مرتك صدقه ولكن هو بالنسبه له كان هذا الشيء ما عرفتوش هو هكاك هذاك هو اللي كنسميو حنا لا كاباسيتي ا ام اشخاص عندهم القدره على المحبه مضروبه تخيل دابا عفاختي واحد عنده واحد المشكل معطوب يقدر يلعب الكره ما يقدرش يلعب الكره واحد عنده الرية فيها مشكل واش يقدر يجري مع الناس في ماراطون ما يقدرش فعلاش بغيتو المحبة هكاك تكون عند الناس كلها متكافئة راه قدرة اللي كبر في عائلة الأب والأم كانوا كيحبوا بعضياتهم ومؤدبين مع بعضياتهم خلقين مع بعضياتهم وتيحترموا بعضياتهم وتيتكلموا على المحبة هذوك الأطفال كتربى فيهم لومباتي لالترويسم كتربى فيهم الانتليجنس ايموشنال علاش هوارد غاردنر من اكبر الباحثين ديال العصر في لابسيكولوجي في ليزانتيليجنس مولتيبل كيسميه الذكاء الذكاء العاطفي لوسكي ساجي انتليجنس اي ساجي دو سيرفو علاش هو جعل من لي ايموشن دو لانتليجنس باسكو مشال لي زابتيتود بيولوجيك ان في هادو لي ريديتي كاين 3 اليمون اللي كياثروا في الانتليجنس كاين ليليمون هيريديتير كاين ليليمون بيولوجيك وكاين ليليمون انفيرونمونتال ثلاثه د لي فاكتور الوراثي والعضوي الجسمي يعني اللي عنده جسم ديالو قوي مكتمل ماشي بحال اللي مسكين فيه شي 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 عاهه ولا فيه شي كذا وكذلك يعني البيئه البنيه اللي فيها واش عائله مثقفه واش عائله فيها ادب ولا عائله فيها همج ولا عائله فيها الجاهليه ولا كذا ولا كذا فهاد ثلاثه د البنيات حنا ما كنردوش البال ملي كنصحوا حنا بنات المسلمين ولاد المسلمين تبغوا تزوجوا تعرفوا على عائلات بعضياتكم بغيتي تعرفي راجلك سيري شوفي البيئه اللي كبر فيها سير شوف امو كيفاش كيتعامل مع باه سير شوف الخوات الكبار كيفاش كيعاملوا الصغار ماشي نتوما يجيكم واحد يدير لكم لافيشاج بحال هذاك الفيلم واش ما كتشوف واحد بوستر د فيلم كيبان لكم فيه شاروخان قداش ولا شاروخان راه فيه غير متر و60 ولكن ملي كتشوفوا في البوستر شنو كي جميل هو مزيان الله يكثر النجمة تاعو انا المهم هذا كيبان متر و60 المهم لا انا نزعم انا 70 كثر لا ماشي 70 شحال متر و68 متر وشي حاجه متر شي حاجه و60 المهم انا مزعوط في جمال النبي صلى الله عليه وسلم الدبرات كنت كل واحد يحب حبيبه كلها ونغى مع حبيبه انا حبيبي هو هذاك فهنا ما كنبخش الناس هاي كنبسط كل واحد يحب المثال اللي باغ ملي كانت كتغني قبيله نانسي عجرم هاد الاغاني وهاد الفنانه وهاد الناس ديال السينما راه هما لا فيترين ديال الحب دو كونسوماسيون راه هما لا فيترين ديالو وانا
هو هذاك اللي كيحيد الدراس تخيل كي تبغي تدير لك على مول الدراس ما كيفرحش الدري لان عرفتي غادي انا دابا كنحيد الدراس هاد وقفوا حدث مع فاسيل الاعلاني وما غادي نرجعوا لكم كما احب ان في بكل وضوح كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا معنا كتكلموا على الحب المراه والرجل واش كاين اللي لاحظنا اليوم كاين بزاف المكالمات ما كرهناش شي مكالمه من عند رجل وكاين معنا عبد الاله 29 سنه من مدينه مراكش نبغيو نعرفوا الراي ديالو واش كاين الحب بالمراه والرجل عبد الاله مرحبا بك سيدي مرحبا بك لالا السلام عليكم سي عبد الاله عليكم السلام سي ماما مبارك مرحبا خويا مرحبا شريف بارك الله فيكم جزيل الشكر على البرنامج اللي قدمتو لينا مرحبا خويا اللي كينفعنا مزيان صراحه في جميع المستويات يا ربي جيبنا في الصواب مع خدمه المسلمين يا ربي جابكم الله الصواب ما خصي والو شكرا خويا شكرا الله يطول عمرك خويا مرحبا اول حاجه في ديمامون هي انا بعدا كنحبك في الله اول الله حاجة. الله احبك الله ورسوله الشريف احبك الله ورسوله الله يجزيك بخير الله يجعلنا متحابين فيه يا ربي نعم خويا نعم خويا ندخل في الموضوع تفضل أسيدي لالا مريم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شكرا لكم جزيلا الحب أسيدي كاين بين المرأة والرجل إنما بطريقة كيف قلتوا يعني طريقة عملية ماشي طريقة عملية يعني خص الإنسان يشوف واش هاد الإنسان كتناسبه على المستوى الفكري الله يخليه تربوي شخصي هانوج ها دابا دويتي شتي كاين تطابق طموحات دوري الشاروخان دوري الشاروخان لا لا دوك الناس احمد مقابلين لي هذاك الشيء الافلام المكسيكي هذاك كيخرج عليهم الله يبارك الافلام المكسيكي الهنديه تبعي شاروخ نقز من ترند فوق عماره مشي طايره هذاك الشيء هو اللي خرج على المجتمع المغربي يعني كيعطيوه دي فو سون بون الله يرضي الله يرضي امين امين اسيدي كلامك حق كلامك حق قلت لك اسيدي ولا بدا من النضج اعظم قدره عطاها ليه الله اللي هي الذكاء باش يميز واش هذا الانسان اللي غادي تكون ما عندها القدرات ويحل الماضي ديالها ويعرف نوعية البنية والسلامة ديالتها معايا سيدي مامون معاك سيدي عندي واحد الإضافة شريف أي مرحبا بكم ملي نكونوا كنتعرفوا على عائلة الناس ونشوفوا الماضي ديالهم ونشوفوا ظروفهم ما خصناش ننصبوا نفوسنا كقضاة غنحسموا في حقيقة الناس خصنا نكونوا تحنا نقولوا نرحموا ضعفهم ولكن نشوفوا القدرة على الصبر والقدرة على بناء وسط ظروف صعبة مثلا واحد السيدة بوها كيخمر ومشينا نخطبوا حنايا البنت عند هذا السيد اللي بوها كيخمر فكاين بعض العائلات اللي يقول لك لا بوها كيسكر اذا هي غتكون لا ما نحكموش عليهم الاخطاء والديهم اللي نشوفوا واش كانت الاستقامه ديال البنت واش كانت ظروفها يعني على الكد والثبات وسط هذيك الصعاب اما الا كان شي حاجه ماشي هي وكان واحد الصيغه ديال 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 الانهيار في هذيك البنيه فهنا غتكون الطاقه ضعيفه والانسان ديك الساعه يتحمل مسؤوليته واحد السيده كتستشر معايا في ولدها يعاني من مرض عقلي مرض نفسي راه اخف من المرض العقلي المرض العقلي راه عاهه ثقيله وهاد السيده قالت لي ودي ما بغيتش نظلم شي بنت الناس ولدها بغى يتزوج واحد الفتاه قلت لها لا خبروا هذيك الفتاه بحقيقه مرض ولدكم تعرف ما هو المرض العقلي واش غتقد على هذاك المرض طوال الايام واش غادي تصبر طوال الايام إلا هي وافقات بها ونعمة توكلوا على الله أما نجي ونديروا غير إشهار نلبسوا ولدنا ونقدوا ونقول لها جي هضر مزيان وبان مزيان وهذا النهار الأول ونهار الثاني ومن بعد نستدرجوا النية ديال الناس وفي الأخر عاد يتضح بأن السيد كيعاني مرض عقلي وبأنه كاين صعوبة وأن انقلاب المزاج وأنه واحد المعاملة غتكون شوية صعيبة قلت لها لا ما عندناش الحق نديروا استدراج لأن هذاك هو الاحتيال ما خصوش يكون اذا البروفيسور الا بغينا يعني ان شنو يمكن نلخصوا مثلا في الحب بين المراه والرجل شنو كان هو عنوان ديال الكتاب هو الحب لا عنوان ملي كنمشيو نشريو واحد الروايه كنحبوها تكلموا عليها في الصحافه ولا حنا حبينا الكاتب ولا الكاتبه ملي كنمشيو كنقراو العنوان راه باقي ما قريناش الكتاب كله يلاه قرينا العنوان العنوان كيدل على المنتوج على المحتوى ديال الكتاب ولكن خصك تصفحوا صفحه بصفحه غيفاجئك الصفحه الاولى القسم الاول الجزء الثاني الشابتر الثالث ما غتوصل الخاتمه حتى غيعرقك الكتاب لانه فيه حالات فراه كذلك العنوان في بيت الزوجيه كنسميوه المحبه كنسميوه الحب هذاك المشروع ديالنا هذاك هو اللي تسمى المستقبل بقيمه الحاضر فكتكلم تفسير الحاضر كتقول لولدك انت راجل لكن راه عنده عامين
كتقول لبنتك انت امراه وهي عندها غير 4 سنين. فهذاك هو الاستحضار للمستقبل في 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 في, في الحاضر اللي كيزكي. الا زكيتي ثم غادي نشمروا وغادي نصبروا على بعضياتنا. فملي غادي نكونوا في حاله غضب ونكونوا في حاله اصطدام ونكونوا في حاله يعني نفور، الراجل كيمل من مرته والمراه كتمل من راجلها وكيكون نفور، تما يذكروا العنوان اللي هما اجتمعوا عليه. غادي يقولوا حنا ما اجتمعناش على الطمع، حنا ما اجتمعناش على الخوف، حنا اجتمعنا على ذاك العنوان اللي سميتو انجاز الحب. فمادام انه كيبقى هو في الكونديسيونيل، لاحظتي في الكونديسيونيل بالفرنسيه كيعبر على دي كونديسيون، خصو شروط باش يكتمل. فملي كيبقى دائما كل واحد فيهم كيجتهد لاستحضار الشروط لاكتمال هذاك العنوان، النهار اللي كيكتمل كيكتمل بواحد الشكل كيف وصفتين هذيك السيده اللي قالت لك كتشكر راجلها اللي 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 عطاته الفضل وكيف فضلتي رجعت ليها هي، لان الله سبحانه وتعالى دائما كيعطي الطرفان. فهنا خصنا نتجاوزوا بنيات هبطوا منها بعضكم لبعضين عدو، خصنا نتجاوزوا بنيات الطمع، خصنا نتجاوزوا بنيات الخوف كي اللي ما كيولدوش كيوليو خايفين كيولي يفكر يتزوج عليها كذا وكذا، خصنا نتجاوزوا بنيات التباهي كاين اللي كيقول لها انا احسن منك زوين عليك وانا وحنا عائلتنا كذا وكذا، خصنا شحال العقبات نتجاوزوا اون ابيسا ريزوليسيون، ثم عاد نوصلوا لمرحله النقاهه، ثم عاد نوصلوا لمرحله الاستقرار، ثم عاد نوصلوا في الاخر لمرحله البناء، ثم التامل والذوق والرحيل. في الختام كنشكرك بروفيسور ممدوح مبارك دريبي، كنذكر انكم كاتب وباحث في علوم النفس والتحليل النفسي، وكنشكر كل المستمعين الاوفياء اللي تواصلوا معنا عبر الهاتف او كذلك عبر الاس ام اس ومن خلال الصفحه ديالنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.